السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحبوا بالإخوة والأخوات المتابعين لنا سواء على الموقع الإلكتروني forgestion.com أو على صفحة فيسبوك forgestion أو على قناة اليوتيوب forgestion. اليوم إن شاء الله درس جديد مع في الدروس forgestion أكاديمي. إن شاء الله اليوم غنشوفوا واحد الدرس اللي هو تيكون أكثر في البراتيك، واحد لي دو كونت اللي متكينين في بلان كونطابل في كلاس 5، لكن أو مومون ديال التيوريك يعني مثلا كنكونوا خدامين تيوريكمون ما تنخدموش بهم، تنخدموا ديريكت بواحد الكونت اللي هو كونت بنك. هاد لي دو كونت هادو اللي غنهضروا عليهم اليوم ان شاء الله في الدرس ديالنا هما كونت شيك اون بورتفوي، نيميرو دو كونت 51111، اي الكونت شيك ا لونكيسمون، نيميرو دو كونت 51112. هاد لي دو كونت هادو في التيوريك حنا ما تنخدموش بهم، ديجا تنخدموا حنا بكونت ديال بنك. يعني في التيوريك ممكن تسمع ريغلي باغ شيك ديريكتومون، تمشي تندير الكونت ديال بنك، لكن في البراتيك ولا او نيفو دو سوسيتي ضروري خصني نخدم بهاد لي دو كونط. كيفاش غنخدم بهم؟ الطريقه باش غندير لهم لونغيستخمون في جورنال، لوبيراسيون اللي غيدوزو بها، هادشي هو ان شاء الله اللي غنشوفو في هاد الدرس باذن الله. نبداو على بركه الله. شوف واحد لابليكاسيون هي اللي غادي نطلقو منها، مع لابليكاسيون غيكون موازات الشرح. لابليكاسيون اسيدي تيقولو فيها لو 4/2/2014 فون دي مارشانديز ا كريدي 4000 درهم TVA 20% facture numéro 63 client Hassan. Le 12/2/2014 remboursement créance client Hassan sur la facture numéro 63 par chèque bancaire numéro 1234. Il y a une deux écritures ou bien deux opérations. L'opération Lula c'est l'opération de la facture de client Hassan. Le 12 le vente, c'est-à-dire facture simple. Fait un montant hors taxe, montant TVA et le montant TTC. L'opération Tania, il y a le 12-2, l'ouvre Hassan, خلص لنا داك الكريدي اللي نتسالو على المارشانديز اللي بعنا ليه بار شيك، يعني عطانا شيك. غنشوفوا هاد لوبيراسيون من ناحيه ديال التيوريك كيفاش تدوز، ونشوفوها من ناحيه البراتيك كيفاش تدوز. مزيان تيوريكمون غنخدموا بهاد لي كونط هادو، يعني في لو 4/2/2014 الوقت اللي بعنا غندوزو الكليون في الديبي 34/21 وغنعطيو المونطون TTC اللي هو 4800. من جهه 4800 فونت مارشانديز في كريدي اللي هو 4000 اللي هو المونطون اور تاكس بلس المونطون تي في ا فاكتوري في كريدي اللي هو 800. اذا كريديتي لو كونت فونت دو مارشانديز اي لو كونت ايتا تي في ا فاكتوري اون ديبيتي لو كونت كليون نيميرو دو كونت 34/21 بالمونطون تي تي سي فلو 12/2 الوقت اللي رومبورسينا كريونس ديالنا، يعني وقت الكليون عطانا الفلوس عطانا الشيك. تيوريكمون تندوزو لو كونت بنك في الديبي، تنديبيتو لو كونت بنك يعني يدخلوا لي الفلوس، غيديبيتا لو كونت بنك 51 41 ونكريديتي لو كونت كليون 34 21 بالمونطون تي تي سي اللي هو المونطون ديال الكريونس 4800. هادي تدوز في تيوريك في لافاك في السونتر اي مدرسه بريفي تيوريكمون تدوز لوبيراسيون بهاد الشكل. هادي لو كاد فونت يعني فاكتور نيميرو 63 كليون حسن الوقت اللي بعت، غندير هاد لي بيلي هادي الوقت اللي عطاني الشيك غندير انكاسمون شيك نيميرو 1234 كليون حسن، تندير نيميرو ديال لو شيك وتندير لو نوم دو كليون. من ناحيه ديال براتيك يعني ميثود براتيك دونغيستخمون، غنشوفو دابا الميثود دونغيستخمون ديال هاد لوبيراسيون في البراتيك. مزيان غندوز على هاد الشكل هذا. بالنسبه لو 4/2/2014 غتبقى عاديه لوبيراسيون عاديه، غنديبيتي لو كونت كليون بالمونطون تي تي سي، كريديتي لو كونت فونت دو مارشانديز اي ايتا تي في ا فاكتوري بالمونطون ديال تي في ا والفونت دو مارشانديز مونطون اور تاكس. في كلين تغيير هنا في لو 12/2/2014 غنديبيتي لو كونت شيك اون بورتفوي، ما غنديبيتيش لو كونت بنك حيت الفلوس هنا باقي ما دخلوش عندي لا بنك. يلا كي الكليون عطاني الشيك، يعني الشيك فين كاين؟ في الكونطوار ديال السوسيتي، يعني عند تريزوري ديال السوسيتي، عند السيد اللي تياخد الشيكات في الشركه، باقي ما مشيناش دفعناه لا بونك، ما داش عندنا فلوس في لا بونك، هو عطاني شيك، غنخدم بهذا الكونت ديال شيك اون بورتفوي 51111 وغنعطي المونطون تي تي سي هو المونطون اللي غيكون في الشيك 4800 وغنكريديتي لو كونت كليون 4800 بور سولدي سو كونت، غيتسولدا لو كونت كليون باش غيتسولدا مع الكونت شيك اون بورتفوي. هنا في لا دات لو 12، في لا دات لو 12 قالنا فيها كليون خلص لينا بشيك عطانا شيك، يعني حنا يلاه كي شدينا الشيك باقي ما دخلوش لنا الفلوس لا بونك ديالنا،
عندو زاد لو كونت تشيك اون بورتفوي. هذا هو الحاله اللي يخدم بها بلو كونت تشيك اون بورتفوي. من بعد الشيك دابا عند السوسيتي. نمشيو للمرحله الثانيه او مومون دونكيسمون. او مومون دونكيسمون يعني فاش غنشدو حنا داك الشيك السوسيتي غتاخد داك الشيك وغديه تدفعو في لا بونك، يعني في البنك ديالها. الشركه ملي غتشد الشيك غتمشي تدفعو في لا بونك ديالها، غدوز هاد لوبيراسيون يعني دات دونكيسمون في لا دات اللي مشات حطات الشيك، غديبيتي لو كونت شيك ا لونكيسمون يعني شيك اونكيسي. نيميرو دو كونت 51112 بالمونطون تي تي سي اللي هو 4800، وغتكريديتي لو كونت شيك اون بورتفوي بنفس المونطون تي تي سي. طبعا هو المونطون ديال الشيك. هاد كونت كريديتينا علاش؟ باش نسولديو. ديجا كان في الديبي الوقت اللي تخلصنا مع داك الكليون كما تشوفوا معايا هنا، فهو كان في الديبي شيك اون بورتفوي. الوقت اللي مشيت ديت شيك درت ليه لونكيسمون في لا بانك، كريديت لو كونت شيك اون بورتفوي، يعني ولا في الكريدي ولا بلاصه الكونت ديبي شيك ا لونكيسمون، يعني شيك اونكيسي في لا بانك. لحد الان دابا راه باقي ما تخلصش الشيك ديالي. يلا خديت الشيك دوزت شيك اون بورتفوي، فاش مشيت دفعت الشيك لا بانك دوزت الكونت شيك ا لونكيسمون وصولديت لو كونت شيك اون بورتفوي. يعني وغندير هنا غيعطوني بوردرو دو روميز دو شيك نيميرو 1234. هذه هي البيلي، يعني ملي تمشي نحط الشيك انا في لونكيسمون تيعطوني واحد البوردرو تتسمى بوردرو روميز دو شيك. هذيك بوردرو روميز دو شيك راه هي البياس جوستيفيكاتيف ديال هاد ليكريتور. هاد ليكريتور البياس ديالها هي هذيك روميز دو شيك، يعني البوردرو دو روميز دو شيك لي نيميرو ديال الشيك ديالها 1234 تيعطيوها ليا في لا بونك. هادي وخا تمشي ندفع اي شيك تيعطوني واحد البوردرو دو روميز دو شيك لي تنسينيفي او تناخذها تاعي. دابا حاليا وصلنا غير الشيك دفعناه لا بونك، باقي ما دازش عندنا الكونت بونكير ديالنا، باقي ما دخلش. يقدر يدوز فلوس لا بونك ديالنا الكونت بونكير ديال الشركه، يقدر يرجع ان بي هاد الشيك. اذا حنا باقي ما دخلش عندنا فلوس لا بونك. نجيو للمرحله الثالثه اللي هي او مومون دو ريغلومون، الوقت اللي غيدخلوا عندي الفلوس لا بونك. فهاد الحاله هادي غتجيني افي دو كريدي، اشعار بحركه مدينه. افي دو كريدي تصيفط لي البنكه واحد الورقه تسمى افي دو كريدي. هاد الورقه ديال افي دو كريدي يعني الفلوس راه دخلوا عندي لا بونك ديالي، يعني البنك الكونت بونكير ديالي دخلوا ليه الفلوس. افي دو كريدي دابا حاليا عاد تسنى رانا اونكيسي ديك الفلوس اللي هما تي تي سي 4800 دخلات عندي الكونت بونكير ديالي. فهاد الحاله هادي شنو غندير؟ يعني لا دات ديال افي دو كريدي هو اللي يكون عندي في ليكروتور. غنديبيتي الكونت بونك. دابا الفلوس يلاه كيدخلوا للبنك، غنديبيتي الكونت بونك بالمونطون تي تي سي 4800 وغن كريديتي لو كونت شيك ا لونكيسمون 4800. طبعا هذا الكونت هذا فهو سولدا. اذا هاد لي دو كونت اللي شفنا حنا اللي هما شيك اون بورتفوي ولا شيك ا لونكيسمون، فهاد لي كونت هادو تيتسولدو في الاخر فاش يدوزو الفلوس لا بونك. اذا دابا عاد يمكن ليا ندير بونك اون ديبيتي لو كونت بونك بمونطون 4800 اون كريديتي لو كونت شيك ا لونكيسمون باش نسولدي هاد لو كونت شيك ا لونكيسمون. اذا هادو هما لي زيتاب تيدوز منهم الشيك من تيدخل لونتربريز حتى تيدوز المونطون ديالو في الكونت بونكير ديال لونتربريز. هادو هما المراحل اللي تيدوز منهم. حاولت انني نبسط ونوصل لكم الفكره بطريقه سهله. نتمنوا انكم تستافدوا معنا اكثر، نتمنوا انكم تبارطاجيو لي فيديو ديالنا وتابوناو في شين يوتيوب. نتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.